فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالتكبيرات قبل صلاة العيد عن طريق مكبر الصوت؟ لتذكير الناس لا بأس، يكون واحد ما هو بجماعة، واحد يكبر بين حين وآخر. كان ابن عمر، كان عمر رضي الله عنه يكبر في السوق ويكبر الناس بتكبيره، يذكر الناس. نعم. مشروع كبار العلماء: توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان.